الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير حلم المنطلون الطويل والقصير في المنام، فتابعونا وما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عن كل خير. يؤول رؤية المنطلون الطويل في المنام على الصحة والستر، كما يدل على بشرة بالرزق الواسع. أما رؤية المنطلون القصير في المنام فهو يدل على تقصير الحالم بأنه مقصر في حق العبادة، بالإضافة إلى دلالات الاحتياج. عندما يرى الشخص في المنام أنه يخلع المنطلون فهي رؤيا غير محمودة، فهي ترمز إلى الانحلال وسوء الأخلاق. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها المنطلون فهو دلالة خير وتيسير حال لأمور حياتها. وقد يدل حلم المنطلون في منام الفتاة العزباء على الشرف والحياء، وعندما تراه الفتاة العزباء في منامها أنها تشتري منطلون فهو يدل على بشارتها بالزواج عما قريب بإذن الله عز وجل. ورؤية المنطلون الطويل في منام العزباء ذو الألوان الزهية له دلالة على الخير. ورؤية المنطلون القصير ذو الألوان الدكنة في حلم الفتاة العزباء له دلالة على أنها ستمر بالمتاعب والهموم في حياتها. ويدل المنطلون الجديد في منام العزباء على مدى جمال ووسامة الرجل الذي ستتزوجه. أما رؤية الفتاة العزباء أنها تقوم بإصلاح المنطلون في المنام فهي إشارة على إصلاح الخلافات في حياتها. والفتاة العزباء التي تخلع المنطلون في منامها فهو نذير سيء بالفقر والاحتياج. إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها تشتري منطلون فهو دلالة على الخير وبشارة بالحظ السعيد والرزق الواسع. أما رؤية المنطلون الأبيض في منام المرأة المتزوجة فهو بشرى بالفرح والسعادة بإذن الله عز وجل. ورؤية المرأة المتزوجة في منامها بأنها تشتري منطلون ضيق أو قصير في الحلم له دلالات سيئة وغير محمودة. تفسير حلم المنطلون في منام المرأة الحامل. عندما ترى المرأة الحامل في منامها المنطلون الواسع فهو دلالة خير وبشارة بالبركة نتيجة الولادة. أما المنطلون الأصفر في منام المرأة الحامل دليل على المرض، والله عز وجل أعلى وأعلم. تنسوناش يا أخوانا بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، ولا تنسوا قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير كل يوم قبل النوم. ففي حديث بيقول اللي بيحافظ عليها لا يعذب في قبره بإذن الله عز وجل أبدا. أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من كل شر ومن كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.